أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تجنيد الأطفال وتحويلهم إلى وقود للحرب من قبل ميليشيا الحوثي والجماعات المسلحة الأخرى. كشفت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية عن قيام ميليشيا الحوثي بتجنيد 18,000 طفل في صفوفها منذ بداية الحرب في اليمن، بحسب اعتراف في القيادي في الميليشيا للوكالة. وضحت الوكالة أن هذا الرقم أعلى من أي رقم تم الإبلاغ عنه سابقا، حيث تمكنت الأمم المتحدة من التحقق من أن أكثر من 2700 طفل تم تجنيدهم للقتال من قبل جميع أطراف النزاع، وكانت غالبيتهم العظمى من الميليشيا. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: من ينقذ الأطفال من التجنيد الإجباري وإرغامهم على خوض القتال؟ وهل تتمكن المنظمات الدولية من الضغط على الحوثيين لإيقاف التجنيد؟ نبدأ النقاش بعد التقرير. تتسع دائرة الحرب ويزداد وقودها من البشر، وتتضاعف كل يوم معدلات التجنيد لمن هم دون سن 18 ليتم استخدامهم في الأعمال القتالية من قبل جماعة الحوثي أو تنظيم القاعدة أو غيرها من الميليشيات والجماعات المسلحة. وكالة أسوشيتد بريس قالت في تقرير لها إن مزاعم الحوثيين بأنهم لا يجندون أطفالا للقتال غير صحيحة، وأكد تقرير للوكالة أن نحو 18,000 طفل لم يتجاوز بعضهم 10 سنوات تم إرغامهم على المشاركة في الحرب الدائرة منذ نحو 4 سنوات. الأطفال الذين أجبروا على القتال تم إحضارهم من منازلهم بالقوة بحسب التقرير، ودفع بهم للقتال في الصفوف الأمامية ضد القوات الحكومية. وبحسب الوكالة الأمريكية أيضاً، يقدر عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم بالقوة من قبل الحوثيين بنحو 18,000 طفل وفقاً لمسؤول تابع لميليشيا الحوثي. المجندون الأطفال الذين أجبروا على القتال يقولون إنه تم أخذهم عنوة من منازلهم ومدارسهم، وأن بعضهم أرغم على القتال مقابل المال أو مقابل إطلاق سراح أقربائهم المعتقلين. وزارة حقوق الإنسان وممثلة منظمة اليونيسف في اليمن وقع اتفاقية لإنهاء تجنيد الأطفال في الحرب، والتي تهدف إلى إنهاء التجنيد واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة. عملنا على تأسيس اللجنة التي شكلتها الحكومة، اللجنة الحكومية المشتركة مع الأمم المتحدة لإعداد هذا التحديث، وقد أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التحديث التي وضعته هذه اللجنة، واليوم قمنا ممثلين الحكومة اليمنية بالتوقيع عن هذه الاتفاقية. مشكلة تجنيد الأطفال بحسب حقوقيين لا تتوقف عند حدود الوقت الحاضر، بل سيكون لها تبعات مستقبلية حين ينشأ جيل شاب تكون أدمغته قد امتلأت بالكراهية والحقد تجاه وطنه وتجاه العالم، بعد أن راجت ثقافة السلاح التي تخالف كل المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال. أبدأ النقاش مع ضيفي من مأرب عمار زعبل، المسؤول الإعلامي لمركز المجندين والمتأثرين بالحرب. أهلا بك أستاذ عمار. تعملون في مركز لإعادة تأهيل الأطفال المجندين، هل تلاحظون أي تغير في واقع الحالات التي تصل إليكم؟ أستاذ عمار تسمعني؟ أسمعك. طيب أعيد عليك السؤال. واضح السؤال. طيب تفضل. نحن طبعا نعمل على تغيير نفسياتهم. نفسياتهم تكون مسقطة جدا، هم للصدمات النفسية المتواصلة أثناء تجنيدهم في الجبهات في المدارس أو في الحرب، سواء كانوا في عملية الإمداد أو بحفر الخنادق أو بحفر المسارج. كثير من الأعمال التي سمعنا منهم أو قصصهم بلسانهم وهم يتحدثون عن تجربتهم مع التجنيد، لكن في إعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا نعمل على أن يمارسوا حياتهم الطفولية من طيب أستاذ عمار
طيب أشرك معنا بالنقاش أيضا من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا حبيبي. أستاذ نبيل، استمرار لتجنيد الأطفال رغم المحاذير الدولية، كيف تنظرون إلى هذا الواقع؟ ألو تسمعني أستاذ نبيل؟ ألو ممكن تعيد السؤال؟ راح الصوت. إذا هناك الكثير من الضغوط والمحاذير تضعها المنظمات الدولية فيما يتعلق بتجنيد الأطفال، لكن هناك استمرار لعملية التجنيد، كيف تنظرون إلى هذا الواقع؟ بداية شكرا لك ولجميع الزملاء في قناة بلقيس. وطبعا من أولا دعنا نوضح طبيعة هذا المشروع الذي وقع بالأمس، أو جذوره بالأصح. يعني المشروع بدأت فكرته في عام 2012، وفي تلك الفترة كنا ما بعد الربيع العربي وتجربتنا في الساحات كنا نلاحظ ازدياد عدد المجندين مع جماعة الحوثيين ما بعد الحروب الستة وجماعة تنظيم القاعدة، واكتشفنا أيضا وجود أطفال ما فوق سن 15 سنة في الجيش. في تلك الفترة بدأت وزارة حقوق الإنسان تتحدث عن ضرورة إنهاء هذا الوضع، فصدر قرار جمهوري من الرئيس عبد الرب منصور هادي بضرورة إيقاف وإنهاء عملية تجنيد الأطفال تماما. وبالفعل بدأت خطوات في هذا المجال. في عام 2014 تم وضع هذا المشروع ما بين الأمم المتحدة ووزارة حقوق الإنسان، وكان قد تم التوقيع عليه كبداية، ولكن نتيجة الانقلاب طبعا المشروع توقف واستمرت عملية التجنيد، بل تمادى الحوثيون تماما في هذا الجانب حتى وصلت أعداد الأطفال المجندين إلى أرقام كبيرة جدا، وبل أصبحت الفئات العمرية الموجودة لدى الميليشيات وصلت إلى سن التاسعة. الآن وسط هذا كله إعادة هذا المشروع من جديد ليس وليد الصدفة، ولكن كانت وزارة حقوق الإنسان قد بدأت مشروعا آخر مع مركز الملك سلمان حول ضرورة توعية الأهالي حتى يتوقفوا عن إمداد الميليشيات بأطفالهم، سواء كان ذلك طوعا أو كرها. والآن هذه الخريطة تهدف في الأصل إلى الانتشار اولا على مستوى محافظات الجمهوريه، وستبدا فيما يخص الجانب المناطق المحرره ستبدا من تعز ومأرب والجوف والساحل الغربي، بمقابل ما يكون تحرك اليونيسيف في المناطق التي يسيطر عليها الميليشيات. ونتمنى ان تستطيع اليونيسيف ان تحقق تقدما مع هذه الميليشيات. طيب اعود لمأرب ضيفنا الاستاذ عمار. أستاذ عمار، إذا ما هي الخلاصة التي توصلتم إليها من حيث الدوافع والأسباب لهؤلاء الأطفال المجندين في المركز لديكم، مركز المجندين المتأثرين بالحرب، ويمكن أن نضعها أمام المشاهد؟ الخلاصة التي ممكن أن نتحدث عنها أن الأطفال الذي يتم الدفع بهم في جبهات القتال وبعد ذلك يتم إعادة تخليصهم ووصولهم الى، يجب ان يصلوا الى مراكز اعاده تاهيل نفسي اجتماعي. لابد من ايجاد دور حمايه وايواء للاطفال الذين لا يستطيعون التواصل مع اسرهم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، من خلال التجربه التي عايشناها طيله سنه كامله مع الاطفال المجندين، بان هناك اطفالا لا اسر هناك أو في المدن والمديريات القريبة من المحافظة. لذلك نطالب المنظمات العاملة في مجال الطفولة أن تعمل على هذه الجزئية، وهي إيجاد دور حماية وإيواء للأطفال المجندين والذين بالطبع لا يستطيعون العودة إلى. معارك القتال مرة أخرى. طيب الضغوط اليوم المفروضة من قبل المنظمات الدولية، هل تعتقد أنها لها دور أو قادرة على إيقاف أو الضغط على ميليشيا الحوثي فيما يخص تجنيد الأطفال؟
فعل ظاهرة تجنيد الأطفال ظاهرة لابد أن يتم الاستنفار من أجلها، وسعداء اليوم بإصدار هذا التقرير الذي صدر اليوم وأشار بشكل أو بآخر إلى جرم الجماعات المسلحة في اليمن بشكل كامل، كيف يتم استخدام الأطفال واستغلالهم وجعلهم وقودا للحرب الدائرة في البلد منذ 4 سنوات. فمن المهم جدا الضغط في هذه الجريمة وتجريمها من أي طرف كان، سواء كانت جماعة الحوثي أو أي جماعة مسلحة في البلد، تجعل من الأطفال شيء سهل وتعمل على تجنيدهم وتعبيتهم وإخراجهم من حياتهم ومن طفولتهم التي يجب أن يعيشوا فيها أو عليها. من تقصد بجماعات مسلحة أخرى غير ميليشيا الحوثي؟ هل تقصد قوات الجيش المقاومة؟ التقرير الأممي، التقرير الأممي قبل شهرين أو ثلاثة، جماعة القاعدة تشير إلى أنها أيضا تعمل على تجنيد الأطفال. طيب أعود للأستاذ نبيل. أستاذ نبيل، إذن وقعت اتفاقية في مع الأمم المتحدة، هذه الاتفاقية ما الذي يمكن أن تقدمه للأطفال مجندين؟ هذه الاتفاقية طبعا بالنسبة للمناطق المحررة أتوقع أنها ستقدم الكثير، لأننا نستطيع من خلالها أولا أن نعمل على إخراج ما إذا كان هناك أي أطفال، يعني خصوصا ممن يتم التمويه فيهم، أحيانا يكون سنهم في 15 وموجودون ضمن الجيش مثلا أو في المقاومة الشعبية، سنقوم على إخراجهم. وما وجود أو حضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ونائب وزير الداخلية ونائب رئيس الأركان ومدراء شؤون الأفراد ومدير أمن عدن، حضورهم في توقيع الاتفاقية أمس التي وقعها وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر، إنما هذا الحضور وهذا التواجد دليل على أنهم وهم صرحوا بعد التوقيع مباشرة أنهم سيبذلون كل جهدهم من أجل العمل على إنهاء أي تواجد للأطفال في أي مكان يكون في إطار المنطقة المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. لكن يبقى السؤال الكبير، ماذا ستحقق اليونيسيف في المناطق الغير محررة أو التي ما زالت في أيدي الميليشيات؟ كيف تستطيع؟ طيب أستاذ نبيل، أستاذ نبيل، قوام الجيش الوطني اليوم يتعدى ربما النصف مليون مقاتل ربما، ما هي دوافع الحكومة الشرعية والجيش في تجنيد الأطفال؟ ما الداعي؟ ما هي المبررات لتجنيد الأطفال؟ نتحدث عن الحكومة، ما نكشرت هذه النقطة؟ موجودين في الجيش موجودين من فترات سابقة، وبعضهم ربما في فترات كما قلت لك في فترات سابقة كان يوجد أطفال في الجيش، ولذلك صدر قرار الرئيس عبد الرب منصور هادي بمنع تجنيد الأطفال في الجيش والأمن منعا باتا، وهذا أمر الآن يتم تحقيقه بشكل كبير من خلال العودة إلى كل ملفات شؤون الأفراد للتأكد من عدم وجود أي أطفال، وسيتم إثبات ذلك لليونيسيف عبر الكشوفات الرسمية. أيضا سنعمل على نفس المبدأ في إطار المقاومة الشعبية، لكن يبقى السؤال كيف ستستطيع اليونيسيف أن تتعامل مع الميليشيات؟ يعني نحن نعول فقط على جانب آخر في البرنامج وهو الجزء التوعوي مع المواطنين، ربما هذا قد يعطي نوع من التوعية للمواطنين لعدم إعطائهم إلى هذه المحرقة، لكن نحن متأكدون أن هذه الميليشيات لا تتعاون أبدا وعندها استعداد لتقديم أي شيء في إطار محرقة الحرب من أجل استمراريتهم وبقائهم. هنا سيظل السؤال الكبير وربما ستكون المعضلة الأكبر في طريق هذا المشروع. طيب أستاذ عمار، في المركز لديكم تقومون على تأهيل الأطفال نفسيا، هل هذه البرامج لها فاعلية؟ يعني مثلا الأطفال الذين تم أسرهم وهم يقاتلون في صفوف ميليشيا الحوثي وخضعوا لهذه البرامج، في ما بعد هل تكون هناك نتيجة لهذه البرامج التأهيلية ولا يعودون إلى الجبهات مرة أخرى، أم ربما يسهل التأثير عليهم مرة أخرى ولا يكون هناك أي فعالية لهذه البرامج؟ نحن نتفاجأ بمدى الاستجابة التي يحصلون عليها،
ومدى ايضا التفاعل بالبرنامج النفسي الاجتماعي الذي يقطعون تتغير نفسياتهم ما بين الينا ثم في نهايه البرنامج اكثر استجابه واكثر حرصا على ان يعودوا الى المدارس والى ان يعودوا الى اسرهم. اذا في المناطق التي يسكنون فيها هل تم إدخالهم المدارس مجددا بالتواصل مع إدارات التربية ومع مدراء المدارس نعمل على أن يكونوا في الصفوف، فهذا أيضا نراقبه. لكن بعض الأطفال لا تمكن الظروف أن يعود إلى أسرته أو إلى مكان آمن، للأسف الشديد لا يعمل على إلحاقه بالمدرسة نظرا لظروف أسرته هو من نفسه. لكن كثقافية أطفال تصبح لديهم ثقافة نفسية اجتماعية كبيرة نحن نتابعها معهم. طيب أستاذ نبيل، إذا ضغوط ربما ونتجت ربما عن توقيع اتفاقية الحكومة ومنظمات دولية فيما يخص الأطفال المجندين، سؤال لماذا لا يكون هناك ضغط ايضا ويتم الزام ميليشيا الحوثي ربما ايضا وتوقع معهم اتفاقيه مثل هذه؟ لماذا فقط تعاطي فقط مع الحكومه الشرعيه الان؟ هل هناك ايضا ضغوط تمارس عليهم وما الذي يمكن ان تسفر هذه الضغوط من قبل المنظمات فيما يخص جانب ميليشيا الحوثي؟ السؤال موجه لي اخي الاستاذ نبيل. تفضل استاذ نبيل. طيب طبعا أولا نحن كحكومة للجمهورية اليمنية مصادقون على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وهي طبعا تشمل كثير من هذه القضايا لأنها تخص على ما يسمى بالمبادئ الفضلى لتربية الطفل. إلى جانب ذلك اليمن أصدرت قانون هو قانون حقوق الطفل وأصدرت بروتوكولين مضافين لهذا القانون من أجل العمل على حماية حقوق الطفل في إطار القانون اليمني أيضا، وهو التزام كبير. يبقى الآن هل تقدر المنظمات الدولية بالفعل أن تكون جادة وقادرة على أن تفعل موقفها في الضغط على هذه الميليشيات؟ كما قلت لك أخي العزيز، نحن يصعب علينا أن نتفاعل في هذا الجانب، لكن نقول الكرة في ملعب هذه المنظمات الدولية لنرى ما مدى مقدرتها على إيقاف هذا العبث الإنساني الذي تقوم به الميليشيات ضد الطفولة في اليمن. أشكرك جزيلا أستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيفتنا من عدن المحامية هدى الصراري، أهلا بك أستاذة هدى. أهلا وسهلا فيكم. أستاذة هدى، كمهتمة وناشطة في مجال الحقوق، كيف تنظري اليوم إلى واقع تجنيد الأطفال؟ طبعا واصلت ميليشيا الحوثي انتهاكات تجنيد الأطفال منذ اندلاع الحرب في 2015، وواصلت المزيد من أعداد الأطفال وجعلهم وقودا لجبهات القتال. أصدرت اليوم وكالة الأستشهاد الدرس أن الميليشيا قد جندت حوالي 18,000 طفلا. كذلك بعض المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان أيضا رفضت العديد من حالات تجنيد الأطفال، واستغلت جماعة الحوثيين حالة الفقر، كذلك الوضع الاقتصادي وحاجة الأسر للأطفال من أجل تجنيدهم. أيضا واصلت إنشاء المعسكرات لتدريب الأطفال، وما زالت هذه الجماعات تنتهك اتفاقيات حقوق الطفل والمواثيق والمعاهدات الدولية وغير معتبرة لما يحدث اليوم من مناشدات من منظمات دولية وجهات حقوقية لمنع هذه الظاهرة في اليمن، والتي يعني ارتكبت الميليشيا نصيب الأسد من هذه الانتهاكات. طيب أعود للأستاذ عمار. أستاذ عمار، إذا الحكومة ملتزمة لأنها دولة ولها مسؤولية تجاه الأطفال ومواطنيها وأيضا موقعة على اتفاقية دولية، بالنسبة لميليشيا الحوثي ما الذي يمكن أن يرغمها على الرضوخ لهذه الضغوط ووقت تجنيد الأطفال برأيك؟ أعتقد منظمة الأمم المتحدة يونيسف التي تعنى بالأطفال كان أولى بها طرح هذه القضية في مشاورات السويد، لأن لاحظنا أو تابعنا بعد أن تم
يتم الاتفاق مع الحكومة اليمنية على التجنيد، فهناك حالة استنفار طبعا في الحكومة اليمنية وفي الجيش الوطني. فالمهمة ستكون سهلة نوعا ما، لكن مع ميليشيا الحوثي كان من الأولى إرغامها على توقيع يعني على توقيع تجريم هذه القضية وعدم زج الأطفال في معاركها الخاطرة في أي جبهة كانت من الجبهات اليمنية المختلفة. فالكرة الآن في ملعب اليونيسيف لأنها هي التي تستطيع الذهاب إلى صنعاء أو إلى المحافظات الخاضعة للحوثيين، فلتعمل على هذا المنوال. شكرا جزيلا لك عمار الزعبل المستشار والمسؤول الإعلامي في مركز المجندين المتأثرين بالحرب، كنت معنا من مأرب. أعود للأستاذة هدى. أستاذة هدى، الجهات المحلية والدولية اليوم ما الذي يمكن أن تقدمه من أجل إيقاف تجنيد الأطفال؟ كل الجهات الدولية وحتى المحلية ومنظمات عاملة في مجال حقوق الأطفال بالذات ناشدت كل العالم باتخاذ كل الإجراءات الكافية بمنع جماعة الحوثيين من زج الأطفال في جبهات القتال وجعلهم وقودا للقتال الدائر بين أطراف الحرب، لكن للأسف هذه الجماعة واصلت أو معاهدات المواثيق وحتى ايضا عدم الالتفات الى الاصوات المناديه لمنع الظاهره هذه. بالامس وقعت الحكومه الشرعيه اتفاقيه انهاء تجنيد الاطفال مع الامم المتحده وهي ملتزمه بكل ما جاءت بنصوص هذه الاتفاقيه، لكن جماعه الحوثيين بالرغم من المناشدات وبرغم من الضغوطات التي تتلقاها لكنها تواصل المزيد من تجنيد الاطفال ولا تلتفت، لكن نحن بحاجه اليوم الى مضافرة الجهود وأيضا تسليط الضوء على هذه الانتهاك والظاهرة بشكل كبير حتى تلتزم هذه الجماعات إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية وكذلك الضغط من قبل وكالات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان والطفولة بإلزام هذه الجماعة بمنع تجنيد الأطفال وأيضا معاقبة جماعة الحوثيين عبر أروقة الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات أيضا بأنها تقوم بقتل الأطفال بشكل كبير أثناء استخدامهم في جبهات القتال. طيب سؤال أخير عن التبعات التي يمكن أن تترتب على استمرار الحوثيين بهذا الفعل، فعل تجنيد الأطفال. طبعا اولا الميليشيات عندما تقوم باخذ الاطفال لجبهات القتال اولا تمنعهم من مواصله دراستهم وبالتالي تعمل على حصد المزيد من الارواح، حوالي اكثر من 2000 قتيل خلال عام 2018 و800 جريح ومصاب ومعاق خلال هذا العام فقط وهو لم ينتهي، فما بالك بالاعوام التي قد مضت وهي تواصل ايضا هذا الانتهاك بشكل كبير وغير ملتزمه بكل ما اوتي من توصيات عبر الامم المتحده، ايضا هي تواصل الحظ المزيد من الارواح ولا تلتفت حتى للمناشدات والاصوات من قبل الامهات والاباء التي تقوم باختطاف اولادهم مستغله كل الظروف الاقتصاديه وحاله الفقر التي تمر بها اليمن في وضع الحرب. شكرا جزيلا لك هدى الصراري المحامية، كنت معنا من عدن، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زاوية الحدث. في الختام تحية منتج حلقة هذا المساء الزميل أحمد عبد المولى في أمان الله.